انا عن نفسي ما بصدقهاش، ومش مؤمن بفكره ان انا ممكن يعني اضحك الناس من خلال ترويع ناس تانية، ان انا اجيب حد ومشهور وبتاع ويقعد يزعق ويشتم فانا اضحك. بس انا زي كتير من الشعب المصري معترض على حاجه بتفرج عليها برضو عادي. مقلب هو انا مش عارفه دي مترتبه مع الضيف ولا لا، بس لو مترتبه اولاد بحاجه قرع قوي صرف الكلمه. تلاقي حاجه لو مش مترتبه انا ايه اللي خليني اقعد كل يوم اتفرج على واحد عمال يرعب في حد؟ المفروض ان انا اضحك وحد بيعيط او حد قلبه يقف، فلو حد تعبان فعلا ممكن يروح فيها، حد عنده القلب، حد ضغطه عالي، فحرام لو ليه اذي حد اصلا. بلس انا مش هقعد 30 يوم اتفرج على نفس المقلب اوفر يعني. مفيش حد اصلا من حقه ان هو يعمل المقلب في حد، اللي هو انا ابقى ماشيه كده في الشارع حد يعمل في مقلب، مش شايفاه من حق حد اصلا. غير بقى ان الناس سوري يعني مهزئين اللي بيقبلوا بعد كده ان هم بعد ما يتعمل فيهم مقلب ان هم واتيفر بقى ياخدوا فلوس يقولوا ايش عشان نظر في التلفزيون فالناس تضحك على وجعهم او على حاجه بتضايقهم، ده يبقى الشخص نفسه فيه مشكله اساسا. وحشه جدا، وحشه جدا، ده بترعب الناس، ده ارهاب، ده والله العظيم ارهاب. واللي بيجيبها معاه تقعد تصوت تصوت بس، هي واخده على التصويت ولا ومش عارف، وكان ده غلط والله العظيم، والله اكبر غلط. انا سمعت من اصحابي النهارده ان هو بيقول لك العمليه دي كلها تمثيل، يعني هو متفق معاهم، بس انا من وجهه نظري ان هي العمليه مش الدهشه بتاعتهم والخوف بتاعهم والرعب بتاعهم بيقول ان هو حقيقي. والله طبعا احنا متعودين في كل رمضان بيجي رامز جلال بمقلب جديد، مع مراعاه طبعا ان هو بيضحك وكل حاجه من وجهه نظر ناس، بس في ناس تانية كتير بتشوف ان اللي هو بيعمله ده قله ادب وقله ذوق مع احترامي، عشان في ناس كتير من اللي هو بيستضيفها سواء زي ما بنسمع وبنعرف ان هم الناس دي بتبقى عارفه او لا، في ناس اصحاب سن كبير واكيد اصحاب مرض، فاكيد مش هيستحملوا اللي هو بيعمله ده، فاكيد انا مش مع حاجه زي دي بصراحه. رامز مأفور قوي، مأفور في الهزار بتاعه، وهتنتهي ان في حد هيموت في معاه يعني، ده متوقع بنسبه 100%، سواء رامز او هاني. المقلب بتاع كان في هاني كان جايب ممثله اسمها هدى، دي كانت هتقع من فوق الجبل، فالهزار اساسا مش معمول حسابه بالشكل الكافي، سواء الفريق الاسعاف مش هيلحقه لو جاله ازمه قلبيه او ضغطه عالي أو او 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 الحاجات دي كلها بتاثر على الناس، حتى بتاثر في البيت ان الاولاد بيبقوا عايزين يعملوا مقالب في اطباقهم واهاليهم بطريقه مش سيفتي. تضيع وقت مش اكتر، احنا ما بنستفادش منها بحاجه يعني، كده كده يعني عارفين ان هم عارفين المقلب، بس هي الناس بس ايه بتحب. لا مش شايفها مسلية، أنا وجهة نظري إنها مش مسلية بصراحة يعني. البرامج ديت يعني مش هادفة، يعني بمعنى يعني في برامج هادفة نقدر نتفرج عليها، يعني أنا بحس إن هو إيه استخفاف بالعقل شوية. هي طبعًا في اتفاق مسبق أكيد ما بين الممثلين وما بين بعضهم والأخ، فمش برامج هادفة، مش ما يعني ما بتحتلش أهمية بالنسبة لي أنا، ده رأيي الشخصي. تاخد فلوس كتير يعني، لما يروح يجيب لي مثلا ميتاب بشان ولا الناس اللي هو الهندي اللي معاه ده، وياخد تقريبا بتاع ملايين قد كده، والبلد أصلا في حالة واقعة. وغير كده برضه الشتايم بتتشتم، يعني هم دول الممثلين عاملين نفسهم مش بقى محترمة، وهم أصلهم تعبانين. يعني هي تضيع للوقت، أنا إيه اللي أنا هستفيد بيه لما أتفرج على ممثل واحد عمال يصوت وواحد عمال يضحك، والله أعلم ده تمثيل ولا هم عارفين ولا أي ما ممكن يكون عارف. يعني الى حد ما هي فيها شيء من الازعاج، بس الى حد ما بترفه عن الناس، لان الناس في حاله كبت رهيبه، فدي ما يعني نوع من انواع الكوميديا مش اكتر يعني. برنامج هايف عبيط، ولا في حتى تسليه ولا تسليه، ده عبيط. وكل هو اللي بيقلينا اصوات تحس ان في حد ميت، انا بتخض والله كل شويه تلاقي حد بيصوت بفكر حد مات. اه والله العظيم غير موافق عليها تماما بالمره يعني. اساسا بيجي برنامج رامز جلال بيجي اثناء الفطار، بيبقى بدل ما فيها ذكر ربنا شكر او اي حاجه، انا بسمع صراخ وحاجات زي كده وما اعرفش، مبالغ رهيبه بتدفع ليهم، ممكن يستغلها في اي حاجه تانية. ترويع المسلم في حد ذاته حرام، كله ضحك على الناس يعني. يعني هو بيعمل نفسه خايف، والتاني بيعمل نفسه بيخوفه، والناس بتعمل نفسها انها مصدقه.